طلابنا طالباتنا العبها صح. كثير منكم بيعاني بمشكلة مش ملاحظها بشكل دقيق، وهي انه معظمكم بيستنى نهاية السنة وقبل الامتحانات الوزارية بشهر او شهرين، وبيبلش يراجع بأسئلة الوزارة سنوات سابقة. احنا عشان نلعبها صح ونتدرج خلال السنة ونستفيد من هذا الوقت، رح نراجع أسئلة الوزارة لمادة الكيمياء تدريجيا من الآن إلى نهاية السنة، كل اثنين وكل خميس الساعة 7 المساء. بداية مبادرتنا اللي هي لعبها صح رح تكون يوم الخميس 23/9. شو بدك تعمل أستاذ؟ معنا دوسية الوزارة اللي هي مدرج موجودة في جميع مكتبات الأردن، وهي مرتبة حسب سنوات الوزارة سنوات سابقة وحسب وحدات الكتاب. راح أبلش بأول وحدة لمادة الكيمياء اللي هي وحدة الحموض والقواعد. مثلا يوم الخميس 23/9 شو راح يكون فيه؟ راح أحلل لك أسئلة الحموض والقواعد في سنة الوزارة 2008 صيفي وشتوي، راح أنزل لك إياهم بفيديو يوم الخميس الساعة 7. يوم الاثنين إيش راح يكون؟ راح أحلل لكم أسئلة الحموض والقواعد لسنة 2009 دورة صيفية ودورة شتوية. هيك كل اثنين وخميس لما نخلص حموض وقواعد، ولما نخلص حموض وقواعد بنبلش من 2008 بإيش؟ بتأكسد واختزال، وهيك لكل وحدات المادة. العبها صح وكون دائما بالانتظار يوم الاثنين ويوم الخميس الساعة 7 المساء. استنوا يوم الخميس 23/9 بداية انطلاق العبها صح. يعطيكم ألف ألف عافية. كان معكم الأخ قبل الأستاذ عارف النابلسي من موقع وتد التعليمي.